بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 21 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. الحديث 27. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 9 من شهر ربيع الثاني من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقال: فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. لأن هناك فرقا بين الإسلام الذي هو بمعنى الاستسلام خوف السبي أو خوف القتل، وبين الإسلام الحقيقي الذي هو بمعنى الانقياد، الذي هو بمعنى الانقياد لما جاء عن الله ولما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام، وهو المعنى اللغوي للإسلام، أو الخوف من القتل، أي أو السبي. فإذا كان الإسلام هكذا فإنه لا ينفع في الآخرة، وهذا إسلام المنافقين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تلبية لشهواتهم وتعمية لأمرهم وتلبيسا على المسلمين ومخادعة لهم. وقد أخبر الله جل وعلا عن المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يصلي ويزكي ويحج ويصوم وهو في الدرك الأسفل من النار، لما في قلبه من النفاق الاعتقادي المخرج عن الملة، كعدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أو كتفصيل أحكام البشر على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قد يشهد الشهادتين ولا يطبق هذا عملية، كي يدع الصلاة بالكلية فإن تركها نوع وضرب من النفاق، كما دلت على ذلك نصوص كثيرة.
قال البخاري رحمه تعالى لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فمعنى الآية على مذهب البخاري رحمه الله تعالى: قالت الأعراب، قال مجاهد: هم أعراب بني أسد، ولم تقل كل الأعراب، والأسلوب العربي يقتضي إطلاق الكل ويراد به البعض. الأسلوب العربي قد يطلق الكل ويراد به البعض، بدليل قول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله. هل كل اليهود قالوا؟ الجواب لا، ولا إشكال في هذا. وبدليل قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، هل كل الناس جمعوا لهم؟ أو نفر يسير؟ نفر يسير. هذا من إطلاق الكل ويراد به البعض. قالت الأعراب آمنا، الأعراب هم أعراب بني أسد، أي ادعوا الإيمان. قل لم تؤمنوا بمعنى لم تسلموا أصلا، وإنما قلتم أسلمنا خوفا من القتل، وقد كانوا منافقين. وهذا معنى قوله تعالى: ولا تقولوا أسلمنا، بمعنى الاستسلام. وإلى هذا المذهب ذهب جماعة من أهل العلم، منهم سعيد بن جبير ومجاهد، وهو اختيار البخاري كما هنا، ومحمد بن نصر المروزي، وجماعة من أئمة السلف. وهذا القول ضعيف، وخلاف ما قرره جماعة من الصحابة والتابعين، فهو خلاف معنى الآية. فإنه لو كان المعنى ولكن أسلمنا بمعنى الاستسلام لما قال الله جل وعلا: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم. فعلمنا الإسلام هو الإسلام الحقيقي. فالمعنى الصحيح للآية أن الأعراب ادعوا الإيمان المطلق، وهم قد أسلموا حديثا ولم يقوموا بكل واجبات الإيمان. فقال الله جل وعلا: قل لم تؤمنوا. فالإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو الإيمان المنفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار. ونفي الإيمان والمقصود منه نفي البعض كثير في الكتاب والسنة، ولا سيما على معتقد أهل السنة والجماعة، أنه إذا انتفى بعض الإيمان لا ينتفي كله، خلافا للخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول هو مرتد عن الدين وهو مخلد في النار لأن نفى عنه الإيمان. وهم لم يفهموا هذا المنفي أصلا، ولا يفرقون بين الإسلام والإيمان، ويجعلون الاثنين اسما لمعنى واحد. ولا تقولوا أسلمنا أي الإسلام، ولا تقولوا أسلمنا أثبت الله لهم الإسلام. إذا أطلق الإسلام فهو المقبول المخرج عن الكفر والنفاق، وهذا قول ابن عباس وأكابر أئمة السلف، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن الله جل وعلا لا يخبر عن هؤلاء بالإسلام ويكون الأمر على خلاف حقيقتهم، لأن الله مطلع على بواطن أمورهم، وإنما نفى عنهم الإيمان المطلق، الإيمان الكامل الذي نسبوه لأنفسهم ولما يدخل قلوبهم. البخاري رحمه الله تعالى فسر الآية وفسر الإسلام بمعناه اللغوي، لأنه رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان، لأنه رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان، فيقول الإسلام هو الإيمان. وهذا قاله طوائف من أهل السنة، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة وغيرهم. والناس في الإيمان انقسموا إلى أقسام، منهم من قال إن الإيمان هو الإسلام، ومنهم من قال
الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. ومنهم من قال بالتفصيل، فإذا أطلق الإسلام دخل فيها الإيمان، وإذا اقترن معا صار لهذا تعريف ولهذا تعريف، وهذا قول أكثر أهل السنة والجماعة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والإيمان إذا أطلق عند أهل السنة والجماعة فمقصود به قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، بخلاف المرجئة الذي يقولون عن الإيمان بأنه قول واعتقاد، وبخلاف غلاتهم الذي يقولون عن الإيمان بأنه التصديق أو الإقرار، وبخلاف قول الكرامية الذين يقولون عن الإيمان بأنه القول. قال البخاري رحمه الله تعالى: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. البخاري يعني بأن الدين عند الله، يعني بأن الإيمان عند الله الإسلام، وهذا قول محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهذا قول عامة من لا يفرق، وهذا قول عامة من لا يفرق بين الإسلام والإيمان. وكما تقدم أنه قول طائفة من أهل السنة، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة. لكن الفرق بين مذهب الخوارج وبين مذهب البخاري يتلخص بما يلي. الأمر الأول أن الخوارج يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، البخاري لا يقول بهذا. فنحن نقرأ منذ أسابيع الرجع على الخوارج والرجع على المعتزلة في تراجم الإيمان البخاري. الأمر الثاني أن البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الإسلام تدخل في أعمال الجوارح وتدخل في اعتقادات القلوب، بخلاف الخوارج والمعتزلة فلا يقولون بشيء من ذلك. فهم يقولون أنه لا يتجزأ، الإسلام لا يتجزأ والإيمان لا يتجزأ. البخاري رحمه الله تعالى وإن جعل اللفظين لمسمى واحد فهو يغاير بينهما في أشياء كثيرة. البخاري على جادة أهل السنة والجماعة، وإن اختلف معهم في هذه المسألة فهذه المسألة لا يبدع فيها الرجل ولا يضلل، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم ولكل أدلته. ولكن الصحيح أن الإسلام إذا اقترن مع الإيمان فلكل تعريف، بدليل حديث جبريل في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه حين أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. قال: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته. ففي هذا الحديث الصحيح فرق بين الإسلام وبين الإيمان، ولو كان بمعنى واحد لقال: قد أجبتك من قبل. فإذا قرنا يفصل بالإسلام هو الأعمال الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ويقل بالإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وإذا أطلق الإسلام دخل فيها الإيمان، وإذا أطلق الإيمان فهو أعلى مرتبة من الإسلام، كما أن الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان. قال البخاري رحمه تعالى: فإذا كان على الحقيقة فهو على قول جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. قيل إن معنى الدين هنا هو الإيمان، أي إن الإيمان عند الله الإسلام. وقيل المعنى إن الدين الذي هو جزء من الإيمان عند الله الإسلام، أي داخل في مسمى الإسلام. وفي بعض نسخ البخاري في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي بمعنى يطلب غير الإسلام دينا، كأن يرتضي لنفسه اليهودية أو يرتضي لنفسه النصرانية، فقد ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الكافرين المارقين الذين يستوجبون الخلود في الجحيم. فالإسلام لا يقبل الله جل وعلا من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم المسلمين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان. تقدم الحديث عن أبي اليمان، ما اسمه؟ حاتم نافع. متى ولد؟ لا متى ولد؟ سنة 80 و100؟ لا متى ولد؟ نعم سنة 38 و100. صبر. متى توفي؟ سنة 21 أو 22 و200. صحيح. ثقة. خرج إلى من؟ نعم صبر. قال أخبرنا شعيب. تقدم أنه توفي سنة، نعم توفي سنة 63 و100، وقد تجاوز 70. عن الزهري، متى ولد الزهري؟ اي نعم قيسات 50 و52، متى توفي؟ 24 و100. ضعيف ولا ثقة؟ ثقة في أو في كلام؟ يعني ما مجمع على توثيقه. خرج له الجماعة. قال أخبرنا عامر ابن السعد. وعامر سمع عن جماعة ومن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو إمام ثقة، مات سنة 400، وقد خرج له الجماعة عن سعد، أي عن والده سعد ابن أبي وقاص، هو سعد بن مالك ابن أهيب، ويقال وهيب، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. أسلم قديما، أسلم قبل يبلغ 20، أسلم قبل يبلغ 20، وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا والمشاهد كلها. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، وواحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى. وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راضي، وقد اشتهر أنه مجاب الدعوة وله مناقب كثيرة وفضائل شريفة. مات في قصره بالعقيق، وحمل إلى المدينة على رقاب الرجال، ودفن بالبقيع، وصلى عليه مروان ابن الحكم، وذلك سنة 55 على القول المشهور، وقيل قبل ذلك وقيل بعدها، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفات. وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاتا. روى له الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهط، الرهط عدد من 3 إلى 10، الرهط عدد من 3 إلى 10، ولا واحد له من لفظه، ولا واحد له من لفظه. كالإبل، الإبل لها واحد من لفظها، ما هي واحدة الإبل من لفظها، لكن لها من معناها، ما هو؟ بعير. قوله سعد جالس، أي قد حضر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كثيرا من أصحاب يتألف بذلك قلوبهم، وهؤلاء من المؤلفة قلوبهم. أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء، وترك رجلا منهم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. قيل إن هذا الرجل هو شعيب ابن سراقة الضمري، وهو أحد المهاجرين. قيل إن الرجل هو شعيب ابن سراقة الضمري، وهو أحد المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يعطه، وأعطى هؤلاء تأليفا لقلوبهم.
وترك هذا الرجل ووكله إلى إيمانه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان في مراجعة المقبول للفاضل في مثل هذه الأمور وفي التأدب بالسؤال وفي التأدب بالسؤال فوالله إني لا أراه مؤمنا. فوالله في جواز الحلف من غير استحلاف، لأنه حين حلف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ففي جواز الحلف من غير استحلاف، ولكن الحلف لا يكون إلا بالله. لو حلف بغير الله ما حكمه؟ كبيرة من الكبائر، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. طيب من يفرق لنا متى يكون الحلف غير شركا أكبر متى يكون شركا أكبر؟ الأخ يوسف كيف يعني إذا حلف بغير الله تعظيما لهذا المخلوق؟ احلف بالله كاذبا، حلف بالله كاذبا، قال احلف بالبدوي كاذبا، قال لا ما استطيع اخشى ان يضرني. نقول بان هذا شرك اكبر. نعم ذكر كلمه دارجه على لسانه فهذا ضرب من الشرك الاصغر. وعلى كل الحلف بغير الله مجمعا على تحريمه. فوالله اني لاراه قرئ لاراه بفك فيكون بمعنى لاعلمه مؤمنا، اني لاعلمه مؤمنا. وقرئ بالضم لأراه أي لأظنه. جمع بينهما بعض أهل العلم فقال لأراه الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين. دليل من القرآن على ذلك الأخ فهد، دليل من القرآن على الظن بمعنى اليقين الأخ، الذين يظنون أنهم ملاقوا رب، أن يستيقنون أنهم ملاقوا رب. وقيل إن بينهما فرقا، فقد أطلق سعد ذلك على غلبة الظن لأنه لا يمكن يستيقن بأنه مؤمن. وقيل لا، إنه قال أعلمه بدليل أنه قال ثم غلبني ما أعلم منه، بدليل قوله في الحديث ثم غلبني ما أعلم منه. فقال أو مسلمة، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجزم بالإيمان، فقال أو مسلمة أي لا تقطع بالإيمان، فليس لك الحكم إلا على الظاهر، فإن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص من الإسلام. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتوقف عن وصفه بالإيمان، وهذا دليل على التفريق، وهذا دليل على التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام عند الاقتران. فمن قالهما سواء كان مخالفا للحديث، ولا بأس أن يقال، ولا بأس أن يقال إن هذا الرجل الذي أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام دون الإيمان من جنس الأعراب المذكورين في الآية المتقدمة. وهذا القول أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الأوسط. وهذا فيه إشكال، وهذا فيه إشكال إذا ثبت أن الرجل المذكور هو جعيل ابن سراقة الضمري فإنه من المهاجرين. فإن ثبت أن الرجل هو جعيل بن سراقة فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الجزم والقطع بذلك، إذا ثبت أن الرجل هو جعيل فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن القطع والجزم بذلك، ولم ينهى عن وصفه بالإيمان إلا من أجل أنه جزم بذلك. وإن لم يثبت أنه جعيل فيكون هذا الرجل من جنس الأعراب المذكورين في سورة الحجرات، معه إسلام يتاب عليه، ولكن لم يأتي بالإيمان الواجب أو لم يفعل الإيمان الواجب حتى يطلق عليه ذلك بدون قيد.
وقد زعم بعض العلماء أن الرجل كان منافقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي، وهذا يرده آخر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وقد قيل أيضا بأن مناسبة الحديث للترجمة أن إسلام الرجل هو بمعنى الاستسلام، فيكون هذا الرأي هو رأي البخاري وهذا محتمل، ولكن الاحتمال الأقوى عندي أن البخاري ساق الحديث لبيان الإسلام إذا كان على الحقيقة، فالحديث يرجع لما بعد ذلك إذا كان على الحقيقة هو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، وعلى الحديث الأول. وقيل إن الحديث يرجع للمعنى الأول إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وهذا الذي فاهمه غير واحد وفي نظر، إن كان البخاري يرى هذا فهذا ضعيف جدا، وإن كان البخاري لا يرى هذا فهو الأقرب في نظري أنه يرى أن هذا الإسلام على الحقيقة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الجازم بذلك، فأراد البخاري يثبت الإسلام إذا كان على الحقيقة. ولكن يبقى أن هذا يكون ردا عليه حيث أنه لم يفرق بين الإسلام والإيمان، قوله: فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلمة، أو بالسكون هنا الواو، يعني قل مسلمة ولا تقطع له بالإيمان. فسكت قليلا، الذي سكت هو سعد. قال سعد: ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. حلف مرة أخرى من غير استحلاف، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيأخذ من هذا قاعدة أصولية أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، يأخذ من قاعدة أصولية أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وقد قيل: وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا. فلو كان سعد مخطئا في حلفه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحلف، ولكن حين جزم بالإيمان أنكر عليه ذلك، فيأخذ من ذلك الإنكار في الحال فائدة، الإنكار في الحال. ويأخذ من ذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويأخذ من ذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأهل الأصول يفرقون بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وبين تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ما الفرق بينهما؟ نعم، ما الفرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وبين تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ عبد العزيز أنت؟ أخذ العزيز. نعم، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة أي أنه إذا حان وقت البيان فيجب بيانه لأنه لا يؤخر، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة أي نعم صحيح حتى يأتي وقت البيان، ولأنه لم يستطلب البيان ولم يأتي ما يستوجب الإجابة ونحو ذلك. فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما، في حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلته وعظمته وجليل قدره وعظيم علمه وكونه رسولا من رب العالمين يراجع سعد ويحلم عليه ويقول: أو مسلما. فيأخذ ذلك العالم أن يحلم على الطالب، فلو راجعه والسؤال فلا مانع أن يجيبه حتى يفهم حتى يعي، وفي أنه لا بأس بمراجعة الطالب للمعلم وبمعاودة السؤال إذا لم يستوعب أو لم يفهم. قال: ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، أي عاد ثلاثا، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أو مسلما. ففي التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اقترنا. ثم قال: يا سعد إني لا أعطي الرجل
وغيره أحب إلي منه. أعطى هؤلاء تأليفا لقلوبهم وترك الرجل ووكله إلى إيمانه خشية أن يكبه الله يعود على المعطى ألها يكبه يعود على المعطى ليس على المتروك خشية أن يكبه أن يكب الله المعطى. فأنا قد يحمل الحرمان على الردة وعلى بغض الرسول صلى الله عليه وسلم فيكبه الله جل وعلا في النار على وجهه. وظاهر الحديث أن المتروك مؤمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى إيمانه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن قوله إني لا أراه مؤمنا لأنه جزم بذلك ولن أخبر عن الباطن ولا يصح الجزم بالباطن لأن هذا مرجعه إلى الله جل وعلا. قال البخاري رحمه الله تعالى ورواه يونس وصالح وابن كيسان ومعمر وابن راشد وابن أخي الزهري عن الزهري. وقد رواه البخاري رحمه تعالى في موضع آخر من طريق صالح بن كيسان عن الزهري ورواه مسلم في صحيحه من هذه الطريق أي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري ومن طريق سفيان وابن أخي الزهري عن الزهري عن عامر بن سعد. والحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى التفريق بين الإسلام والإيمان. الفائدة الثانية جواز مراجعة المفضول للفاضل. الفائدة الثالثة حلم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلمه حيث يحلم الطالب معلم على الطالب إذا راجع في مسألة لم يفهمها. هذا الخامس فيه الأدب حين السؤال من الضروري الطالب إذا أراد يسأل يتأدب في عرض السؤال. هذا السادس في جواز الحلف من غير استحلاف. هذا السابعة في مشروعية تأليف قلوب الناس بإعطائهم شيئا من المال فإن إمام المسلم يتألف ضعفاء الإيمان فيبذل لهم من المال ما يقوي إسلامهم. فهذا الثامنة فيه صرف المال في مواضعه. فهذا التاسعة في عظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطى هؤلاء ومنع هذا. فهذا العاشرة في أن المعطى لازم أن يكون أقوى إيمانا من المتروك فثبت أن المتروك أقوى إيمانا من المعطى لأن المعطى يعطى تأليفا لقلبه وهذا يترك ويوكل إلى إيمانه. فهذا الحديث عشرة في تفاضل أهل الإيمان فإن الإيمان يتفاضل وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالثالثة عشرة فيها الرد على المرجئة الذي يقول بأن الإيمان هو مجرد التصديق والإقرار. فالثالثة عشرة فيها الرد على الخوارج الذي يقول إن ذهب بعض الإيمان ذهب كله وهذا باطل. ما وجه الرد على الخوارج نفع عنه الجزم بذلك ولم يذهب ولم يكن كافرا بقي على مسمى الإسلام. وإذا أطلق الإسلام لابد معه من إيمان يصحح هذا الإسلام ولا كان الإسلام لغويا فصار الرجل منافقا. إذن إذا ذهب بعض الإيمان لا يذهب كله هكذا لكن في الأعمال في شيء منها ينافي أصل الإيمان فيما شيء ينافي من الكمال الواجب. وفيه غير ذلك أيضا من الفوائد منها أيضا في إثبات البعث فوجه ذلك إثبات البعث ألف اللي بعده في إثبات البعث أنا قلنا الحديث في دلالة على إثبات البعث مواشر الاستنباط اللي بعده أن يكبه الله
وفي إثبات النار وأنها مخلوقة وكذلك إيه نعم أنها مخلوقات. لكن قد يعترض معنا يقول هذا إذا خلقت يوم القيامة ولكن يدل الأخرى تثبت أن النار مخلوقة أنها موجودة. ما هو الدليل؟ نعم حين صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نعم والحديث الصحيحين نعم والحديث هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الحديث عن مناسبة الحديث للترجمة ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. تقدم في أثناء الشرح شيء من ذلك لكن الآن أذكر عصارة ما سبق. يحتمل أن تكون مناسبة الحديث للترجمة أن هذا الرجل كان إسلامه لغوية كإسلام الأعراب على مذهب مجاهد وسعيد ابن جبير وعلى مذهب البخاري وعلى مذهب محمد بن نصر المرزي وجماعة من السنة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان بالكلية وأثبت له الإسلام الذي يعصم الدماء والأموال لأنه أسلم في الظاهر خشية السد وخشية القتل، فيكون الحديث مربوطا بقول البخاري إذا لم يكن إسلامه على الحقيقة. ويحتمل أن يكون البخاري ذكر الحديث لبيان الإسلام الحقيقي فيكون مرتبطا بقوله فإذا كان على الحقيقة فهو على قول جل ذكره أن الدين عند الله الإسلام ولقوله من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة خاسرين. وهذا الأقرب لأن الرجل هذا كان مسلما إسلاما حقيقيا بل كان فيه إيمان بنص قوله صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن جزمه له بالإيمان لأن الإيمان أمر باطني فلا ينبغي الجزم به. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان التفريق بين الإسلام والإيمان وأن الإسلام يتجزأ كالإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد يزول بالكلية أن تكون المعصية شركا بالله أو تركا لجنس العمل أو غير ذلك. والله أعلم. نعم نعم ورد حديث أمتك الغيب لا يدرى أول خير أم آخره رواه الترمذي وغيره وقد جاء عن جمع من الصحابة يعني حوالي 5 من الصحابة رواه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ وحسنه جماعة في الشواهد. نعم اي نعم هذا في دلالة صريحة على التفريق بين الإسلام والإيمان ولم تؤمنوا أين لم ينفع عنهم الله جل وعلا الإيمان بالكلية حيث لم تؤمنوا مطلقة الذي يكون ضد الإيمان الكفر وإنما نفع عنهم الإيمان الحقيقي الإيمان الحقيقي فهم كجملة فساق أهل القبلة أو بجملة ضعفاء الإيمان من أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار ولا تقولوا أسلمنا لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم. فبعد ذلك هداهم للإيمان بعد ذلك يعني أن ضمن عليهم هنا الإيمان يطلق بمعنى الإسلام الله هو الذي هداكم للإسلام بدلالة أن الإسلام هو الحقيقي الذي معه إيمان ولكن هذا الإيمان كان ضعيفا. نعم إيه نعم أن الإسلام في إسلام أعراب لغوي. نعم نعم هذا الحديث يحتمل أحد أمرين أن الإسلام هو اللغوي إذا قلنا أن الحديث مربوط إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وإذا كان على الحقيقة فيكون الإسلام على الشرع والذي استظهرته. نعم
ممكن هذا، ممكن هذا أن يقال البخاري يعني ليس هناك ما يدل على القطع بأنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان، لكن يستفاد هذا الحكم من ظاهر الترجمة، بدليل أنه صرح والكلام صريح بأن إسلام الأعراب كان لغويا، وهذا قول طائفة طبعا من أهل العلم كمجاهد وجماعة. ولكن هل يعني إذا قال البخاري بأن إسلام الأعراب لغوي أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان؟ هذا هو محل الاحتمال. فمن من قال نعم هذا دليل أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان، ومن من قال لا يصح الجزم بذلك عن البخاري بدليل ما تقدم من الفروق. ولأن لا أظن البخاري أن يقول أن المسلم كالمؤمن، لأن هذا قد يقتضي عدم زيادة الإيمان إذا قيل بهذا، وأنا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، ولكن هذا في نظر حتى هذا نقول لا يزال، لأن الإسلام يتجزأ كالإيمان على الصحيح، الإيمان يتجزأ كالإيمان. وعلى كل هو قال طائفة من أهل السنة صرح فيه محمد بن نصر وصرح فيه جماعات أن الإسلام بمعنى الإيمان، ولكن القطع صحيح أنه لا يمكن الجزم بقوة أن هذا مذهب البخاري، ولكن الذي نجزم به أن البخاري يرى أن إسلام الأعراب لم يكن إسلاما حقيقية، وهذا الصريح الترجمة. وعلى أنه كما تقدم لا يعاب الرجل بهذا، لأنه قول لأهل العلم قول لأهل السنة إذا فهم المراد، إذا فهم المراد. وقد قال أيضا أن البخاري يرى أن الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهم عن الآخر، أما إذا قلنا المقصود بها التقصير كما أورد الحديث، فأورد الحديث على التفريق بما إذا قلنا، وهذا محتمل أيضا. نعم. في نظر، لأن الله قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني في يقرب. نعم، ففي دلالة واضحة أن الإيمان إذا ما دخل في قلوبكم، ولكن دخل فيكم الإسلام الذي هو مقبول شرعا، إذ لو ماتوا على ذلك لكانوا كعصاة الموحدين لا يخلدون في النار، بدليل قول الله جل وعلا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فهذا اللي تأمل في أول الآية وفي آخر الآيات استيقن أن الإسلام هذا هو المقبول وأنه الإسلام الحقيقي، وهذا اللي جزم به غير واحد من الصحابة والتابعين وأكابر العلم. نعم. الأخ يسأل عن قضية ما جاء في الحديث والأذكار الواردة في دبر كل صلاة، الصحيح إذا أطلق الدبر فيراد به آخر جزء من الشيء ولا يراد به ما بعده، فمن يقال دبر الحيوان هو آخر جزء من الحيوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تجعلنا دبر كل صلاة تقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، فيراد به ما بعد التشهد وقبل السلام، فهو آخر جزء من الصلاة. وهذا مضطرد بكل الأحاديث الواردة في هذا الباب إلا ما دلت قرينة على ذلك. أنا مقصود بالدبر هو ما بعد السلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا حديث جيد رواه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق الحنري عن الألهاني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. المقصود بالدبر هنا هو ما بعد السلام بأدلة أخرى، إذا نستصحب القاعدة أن الدبر هو آخر جزء من الشيء إلا ما خرج بدليل. نعم. الذين قالوا بأن الإسلام هو الإيمان وأنه بمعنى واحد يقولون بأن الإسلام قول وعمل واعتقاد، ويجعلون أن الإيمان يتفاضل. ليس المعنى يقول أن الإسلام هو الإيمان ولا يتفاضل، هؤلاء يقولون بأن الإسلام يتفاضل باعتبارنا هو الإيمان، وأن ذهب بعض لم يذهب كله، ويقولون بأن الإسلام يطلق على أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح لا تصح إلا بصدق القلب، وهذا هو الإيمان. ويعرفون الإيمان بأنه قول وعمل،
كما صرح بذلك محمد بن نصر وغيره، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. حقيقة حين يتأمل بذلك يكون الخلاف بينهم وبين من فرق بين الإسلام والإيمان ليس فيه كبير من المعنى، إلا أنه فيه مخالفة في الحقيقة لحديث جبريل حين سأل عن الإسلام وسأله عن أن يتفرق بينهما، وفي مخالفة أنه يطلق هذا، هل يدخل في إذا قرنا يلزمهم ماذا يقولون إذا قرنا؟ لذا يقول هذا عام وهذا خاص. وصحيح أنه إذا قرنا يطلق الإسلام على المعنى، يطلق على معنى الجوارح، على أعمال الجوارح، والإيمان على ما هو قول القلب واعتقاد القلب، وقول القلب يطلق به اعتقاده، وعمل القلب يطلق به إخلاصه ونيته وصدقه ومحبته وخوفه ورجاؤه. فالإيمان هو إلى يطلق قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويدخل في ذلك الإسلام أم لا؟ إذا عرفنا الإيمان لأن قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يدخل في الإسلام أم لا؟ أجب، يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام بدليل القول والعمل، لأن الإسلام لا يصح إلا بالنطق الشهادتين، والإسلام لا يصح إلا بأعمال الجوارح، فدخل في تعريف الإيمان. نعم نعم الإيمان، العرب نعم عندهم أصل الإيمان، يشهدون لا إله إلا الله معتقدين بصدق ذلك، ويشهدون محمد رسول الله معتقدين بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان مجرد أن أسلم ودعوا دعوة أنهم مؤمنون، أي ما جاء الجهاد، هل جاهدتم؟ هل قاتلتم الكفار كما قاتل غيركم؟ لأن إذا نكلوا عن القتال صاروا ضعفاء إيمان ولا يكفروا بذلك. أي نعم الإيمان المقيد، من مقيد اي نعم ينفع عن ضعيف ولا يجزم بالايمان لهم. نعم الآيات كثيرة يا أخي، الآيات كثيرة في القرآن في التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، في آيات الداريات وكما في قول الله جل وعلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات وفي غير ذلك من الآيات. فهم يقولون بأن هذا خاص وهذا عام، وهم يقولون هذا هو بمعنى هذا، فالإسلام هو بمعنى الإيمان، بدليل قول الله جل وعلا الدين عند الله الإسلام، ففي صار الدين هنا بمعنى الإيمان. ولكن أدلة القائلين بأن الإيمان يختلف عن الإسلام أقوى أدلة، وصحيح أن الإيمان في الإسلام إذا قرن بالإيمان صار للإسلام معنى وللإيمان معنى آخر، وإذا افترق أطلق مسمى الإيمان الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق مسمى الإيمان دخل فيه الإسلام. هذا الصحيح في هذه القضية، وهذا الذي ذهب إليه أكابر أهل العلم، وهو الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وهو الصواب كما في الأسئلة التي وقعت في حديث جبريل، قال ما الإسلام ثم قال ما الإيمان ثم قال ما الإحسان، فجعل لكل مسمى معنى خاصا به. يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس 28 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري، وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب إفشاء السلام من الإسلام، الحديث 28. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني من عام 1422. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إفشاء السلام من الإسلام.
وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. باب للتنوين، وقد تقدم إعراب نظائره مرارا: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. إفشاء السلام من الإسلام، إفشاء مبتدأ، إفشاء مضاف، السلام مضاف إليه، من الإسلام جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، شعبة من الإسلام أو جزء من الإسلام. وهذا دليل على أن الإسلام يتفاضل كما يتفاضل الإيمان، وأن الإسلام يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص. ويفسر جماعة من العلماء الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة، وقد تقدم الحديث عن ذلك، وأن أعمال الجوارح يتفاضل فيها الناس كما يتفاضل الناس في أعمال القلوب. فإن التصديق الذي في القلب يختلف من شخص إلى آخر، كما قال أبو بكر المزني رضي الله عنه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصوم ولا صلاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. الإمام البخاري رحمه تعالى ذكر في هذه الترجمة أن إفشاء السلام من الإسلام، ولم يقل رحمه تعالى من الإيمان، مع أن عمارا قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. هذا يحتمل أحد أمرين: إما أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان كما هو قول طائفة من أهل السنة، أو أنه أخذ بظاهر حديث عبد الله بن عمرو حين سئل رسول الله أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام، بمعنى أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويمكن يقال بأن هذا هو الأقرب، وإفشاء السلام مما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يقتضي سلامة القلوب من الغل، ولأن هذا يغيظ الشيطان، ولأن هذا يبعث المحبة بين المؤمنين. ومن هنا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأكثر أهل العلم على أن البداء بالسلام سنة مؤكدة، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه واجب. وهذا ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا، ألا يحصل لكم الإيمان أي الكامل حتى تحابوا. فهذا دليل على المحبة واجبة،
ولا يقوم عن الواجب إلا واجب مثله. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم؟ أفشوا السلامة، أفشوا، هذا أمر أيضا، أفشوا السلامة بينكم، لأنه يقوم مقام أو هو الذي يستجلب المحبة. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراتب على الجالس. ولكن لا يجوز السلام على الكافر، لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، سواء كان الكافر كتابيا أو غيره. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من المحدثين والفقهاء، وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا، أي لا هنا للنهي، هنا نهي، والأصل في النهي يكون للتحريم، ولذا جزم الفعل بعدها. لا تبدأوا نهي، والأصل في النهي يكون للتحريم. اليهود ولا النصارى بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله وعلامة المحبة، وهؤلاء لا محبة لهم. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس المعنى أنك تحاول إذاءه، إنما المعنى أن تأخذ بوسط الطريق وهو يأخذ بجانبتي الطريق. إذا السلام لا يصح خذله ولا إفشاؤه ولا بداءته أحد به إلا من كان مسلما. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال عمار ثلاث. هذا الأثر جزم البخاري المعلق، جزم البخاري بصحته. وقال عمار هذا أثر معلق جزم البخاري بصحته، حيث حذف الإسناد كله ولم يبقي إلا من كان الخبر من كلامه، وهذا دليل على صحته لمن علق إليه. لكن لو أبقى البخاري رجلا أو رجلين لكان المحذوف ثقة عنده، والموجود تبحث عنه وتنظر في آراء الآخرين. فحين حذف البخاري كل الإسناد فجزم منه بصحة الأثر إلى عمار. وهذا المعلق وصله الإمام ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار أو عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أبي إسحاق، ورواه عن عبد الرزاق جماعة وذكروه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والمحفوظ وقفه على عمار، وعمار هذا هو ابن ياسر مولى بني مخزوم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه سمية بنت خياط. أسلم بمكة في أوائل من أسلم هو وأبوه وأمه، وكانوا ممن يعذبوا بالله. فقتل أبو جهل الشقي سمية، وهي أول شهيدة في الإسلام. قال مسدد رحمه الله: لم يكن في المهاجرين أحد أبواه مسلمان غير عمار بن ياسر. ويقال فيهم أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأبواه مسلمان. شهد بدرا والمشاهد كلها،
وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. قتل عمار رضي الله عنه وأرضاه مع علي بن أبي طالب في صفين سنة 37، وهو ابن 93 سنة. قيل صلى عليه علي رضي الله عنه ولم يغسله، لأنه اعتبر قتال البغاة من الجهاد في سبيل الله، فمقتول حينئذ في قتال البغاة لا يغسل، والإمام مخير في الصلاة عليهم أو تركها. وقيل قتال البغاة ليس من الجهاد بمعناه الشرعي، لأن القتال بمعناه الشرعي هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فعليه لا يعامل من قتله البغاة معاملة شهيد المعركة في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وحينئذ لا يترك تغسيله ولا الصلاة عليه، بل يغسل ويصلى عليه، ولكنه ينال أجر المجاهدين في الآخرة، فكن بمنزلة المطعوم والغريق والحريق ونحو ذلك. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين، وعنه رواية كالقول الأول. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثلاث، كيف ساغ الابتداء بالنكرة؟ ثلاث نكرة، كيف ساغ الابتداء بالنكرة؟ وابن مالك يقول: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد عند زيد النمرة. ساغ الابتداء بالنكرة لأن النكرة منونة، والتنوين يقول مقام المضافة، نعم، ثلاث خصال، بمعنى ثلاث خصال، من جمعهن فقد جمع الإيمان، فقد جمع الإيمان والخبر. ثلاث خصال من جمعهن أي حازهن وتوفرت فيه فقد جمع الإيمان. يحتمل أحد أمرين: أن من توفرت في هذه الخصال فمن الضروري أن تتوفر فيه غيرها، فيكون حينئذ قد نال الإيمان الواجب. ويحتمل الإيمان الكامل، والإيمان الكامل يتفاوت. ويحتمل أن من نال هذه الخصال الثلاث فقد نال الإيمان المقيد. هذه الخصال إحداها الإنصاف من نفسه، الإنصاف أي العدل، أي العدل من نفسك رغبة بلا رياء ولا حكم حاكم. ويحتمل أن يكون المعنى إجراء الإنصاف في معاملة نفسه، بحيث ينصف نفسه فيأخذها على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإحسان إلى الآخرين والعدل معهم، فلا يظلم أحدا. العدل لما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه أهل الأرض كلهم، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، كلهم يحبون العدل بخلاف الظلم، فقد اتفق أهل الأرض كلهم على ذمه وبغضه وبغض أهله، فلا يحب الظلم رجل سوي، رجل عاقل. الإنصاف ضرب من العدل، ومن إنصاف النفس أن تطيع الله فلا يفصلك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، ومن إنصاف النفس أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر. ومن الإنصاف أن تعدل مع الناس، أن تعدل مع الزوجة، أن تعدل مع الأولاد، أن تعدل مع الآخرين في قولك وفعلك في حكمك في قضائك. وضد الإنصاف الجور،
فمن جار فما أنصف، لأنه قد ظلم، والظلم ضده العدل والإنصاف من العدل. فبعض الناس إذا غضب ذكر أسوأ ما يعلمه عنه، وهذا ظلم وجو. وإذا رضي بالغ في إطرائك وخصك بصفات الأنبياء والمرسلين. من الإنصاف أن تعدل حال الغضب وحال الرضا. الإنصاف يبعث على الإيمان وعلى كماله. الإنصاف يبعث على محبة الناس لك، فإن الناس يحبون المنصف. من الإنصاف وضع الكلام مواضعه، فلا تزيد وتغلو ولا تنقص. ونحن بحاجة إلى شيء من الإنصاف في التعامل مع الآخرين، ولا سيما في قضية الحكم على الآخرين. فبعض الناس يصنف بالباطل، يبدع ويضلل بالجور والظلم، وحرم العدل والإنصاف، ويعتقد أنه يضر غيره، وما علم هذا المسكين أنه لا يضر إلا نفسه، وأنه متعرض لسخط الله ومقته. نحن بحاجة إلى الإنصاف في تقويم كلام الآخرين. إحنا نقرأ العبارة ونريد تقويمها، فنظر نذكر ما تحتمل هذه العبارة، بخلاف مريض النفس، خبيث الطبع، سيء الأخلاق، يحمل هذه العبارة على معتقده وعلى قوية المكتفة بالضلال، المكتفة بالخبث. تحتمل العبارة معنيين، أحدهما حق والآخر باطل، لكن هذه النفس الأمارة بالسوء تحمل هذه العبارة على الباطل، مع أنه محتملة للحق. أين نحن من كلام بعض من مضى، حيث يقول إني لأرى العبارة تحتمل 99 معنى من الخطأ ومعنى واحدة من الصواب، فلا تطيب نفسي حتى أحملها على الصواب. ولا ما تذكر المعنيين، تقول يحتمل العبارة كذا، فإن كان يقصد كذا فهي خطأ، وتحتمل العبارة كذا، فإن كان العبارة تحتمل يقصد كذا فهذا الصواب، وهذا الظن بالله يقصد كذا. وهذا في مصالح كبيرة، حتى أتباعه يرجعون عن غيهم وعن هذا الضلال. وإلا إذا حملتها الخطأ يقول أدرى من كذا، فيتبعون الخطأ، ولكن تارة ينتج هذا الظلم من البغي والعدوان والحسد. والحديث عن الإنصاف يطول ذكره وأمره مهم، ونحن بحاجة إلى شيء منه وهو من الإيمان. ومن فقده فقد نقص إيمانه. قوله الثانية من الثلاث وبذل السلام للعالم بفتح اللام، بذل السلام للعالم أي لعامة الناس، وهذا من الإيمان. فمن بذل السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف فقد جمع في هذه الخصلة قطال الإيمان، ونال أجر المحسنين. وبذل السلام في فوائد، الفائدة الأولى أن هذا إرضاء للرب جل وعلا، أنه طاعة لله، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اتباع السنة. الأمر الثالث إغاظة الشيطان، إغاظة الشيطان. الأمر الرابع جلب محبة المؤمنين. الأمر الخامس أن هذا يقصد التآلف والاعتصام بحبل الله، ويباعد عن التنافر والتفرق. وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد تقدم أن البداء بالسلام سنة مؤكدة على رأي الجمهور، وقيل واجب. وأما رد السلام فما حكمه؟ ما الدليل على أن رد السلام واجب؟ ألق أصبت أنت تقول واجب، لكن ما هو الدليل؟ ألق الدليل الأول قوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقل واجب أن تردها والأفضل أن تزيد عليها. الدليل الثاني ألق عثمان ألق عزيز ألق نعم ألق
فهذا ليس حديثا. أريد دليلا. نعم. الإجاب وين الإجاب؟ الإجاب تتكلم على الإجاب السنية لا إشكال فيه. حديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم، ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله، وجاء الرجل الثاني وهو يقول هذا يقصد السنية وين الإجاب؟ السنة لأن تجاه السنية ما في خلاف. إيش الدليل على أن الرد واجب؟ لا لا هذا غير دليل، هذا ليس هذا دليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد السنية، لكن الآية صريحة في الوجوب ومن الأدلة أيضا الإجماع الذي حكاه غير واحد، ومن الأدلة أيضا نعم إيه نعم. وش الدلالة؟ نعم يحقق في بعض على بعض، وأنه إذا سلم عليك فواجب عليك أن تكافئه، هذا واضح. نعم هذا من الأدلة أيضا. حق المسلم على المسلم ست، الحديث من رواه اتفق عليه. اذا السلام سنة مؤكدة ورد واجب، وقيل السلام واجب ورد واجب. أفشوا السلام بينكم بدءا وإجابة، وهذا يقتضي الإجابة، لأنه إذا كان البدء بالسلام مأمورا به فلا يؤمر به الرد من باب أولى. وقد تقدم استثناء الكفار من ذلك، لكن إذا مررت على قوم أخلاق في مسلمون وكافرون ماذا أقول؟ أقول سلام على من اتبع الهدى أو ماذا أقول؟ ألا نعم أي نعم أفدري نعم ما يسلم ولا أي نعم أقول سلام على من اتبع الهدى وكلاكما خطأ. نعم الأخ يقول لا يسلم وهذا خطأ لا شك فيه، والآخر يقول سلام على السبع وهذا خطأ واضح، لأن سلام على السبع يخص بها الكفار. إذن الأخ نعم إيش الدليل أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ لأن أنا حين نفيت القولين معلومة بقول قول واحد، إذا ثم الضروري نطالب بالدليل لننظر هل هذا عن استدلال أو عن تجاوز القولين السابقين. الأخذ العزيز سبقنا منذ ثمانية أبواب ثلاث على هذه القضية بتوسل وتأثير. نعم أن المرء على قوم أخلاق تسلم عليهم. نعم والحديث من رواه نعم في البخاري وغيره. إذن إذا مر على قوم كفار أو كتب إلى كافر قال سلام على من اتبع الهدى، وكما قال موسى السلام على من اتبع الهدى، وكما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى عراق سلام على من اتبع الهدى، واذا مر على قوم مسلمين قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واذا مر على قوم اخلاق يسلم على المسلمين يسلم ينوي به المسلمين، ولكن يقول السلام عليكم ورحمه الله وان شاء زاد وبركاته. الخصله الثالثه الانفاق من الاقتار، والمقصود بالإقتار الحاجة. قال الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة الحاجة. أثنى الله جل وعلا على هؤلاء بكونهم يؤثرون على أنفسهم، أي يبذلون النفع لغيرهم ويبذلون المال للآخرين ويبذلون الطعام لإخوانهم من المسلمين، مؤثرين به إخوانهم على أنفسهم، وهذا دليل على كمال الإيمان ولو كان بهم حاجة إلى هذا المال. قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان ف
فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا سلفا. قال الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء، من شيء وما ما نافية هنا، ما نافية. وما أنفقتم من شيء، شيء نكرة، شيء نكرة في السياق النفي تفيد العموم، أي ما أنفقتم من شيء تبتغون به وجه الله، لأن الله يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإن الله يخلفه، يخلفه بالدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. من رواه؟ صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. ما هو دليل على صحيح؟ بل كيف تأكدت انه صحيح؟ ألخ 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 رواه مسلم، يعني إذا هو صحيح رواه مسلم، يعني متأكد رواه مسلم، يعني صحيح ورواه، يعني يحفظ أن رواه غيره، نعم يحتمل. نعم 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 اتفقوا علي. بقي الصحابي منهم ألق؟ نعم نعم رواه البخاري ومسلم الحديث عدي. إذا من الإيمان الإنفاق ومن الإقتار، فمن جمع الإنصاف وبذل السلام للعالم، فالإنصاف يقتضي العدل ويقتضي أنه مطيع لله ومطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى الإنصاف إلا من قوي الإيمان. وإذا بذل أن السلام للناس هذا دليل على أنه سليم القلب، وإذا أنفق فهذا دليل على الإيمان بالجوارح وعلى أنه ممتثل لله ولأمر الله ولأمر الله، وعلى أنه مؤمن بالغيب ويعلم أن هذا من يقرب إلى الله ومن يقرب إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جمع هذه الأمور فقد جمع الإيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة، قتيبة هذا هو ابن سعيد ابن جميل الثقفي، وهو أبو رجاء البلخي، ولد سنة 48 و100، ولد سنة 48 و100، وذلك السنة مات الأعمش، وقيل ولد سنة 50 و100، السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. وقد أثنى عليها الإمام أحمد ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. قال قتيبة رحمه الله تعالى كنت في حداثتي أطلب الرأي، فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء، فرأيت الناس يتناولونها فلا ينالونها، فجئت أتناولها، فجئت أنا فتناولتها، فاطلعت فيها فرأيت ما بين المشرق والمغرب، فلما أصبحت جئت إلى مخضع البزار وكان بصيرا بتعبير الرؤى، فقصصت علي رؤياي، فقال يا بني عليك بالأثر، فقال يا بني عليك بالأثر أي بالحديث، فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ الأثر. فتركت الرأي وأقبلت على الأثر. نعم دين النبي محمد الأخبار، نعم المطية للفتى آثار، لترغبن عن الحديث وأهله، الرأي ليل والحديث نهار، ولربما جعل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقد مات قتيبة رحمه الله سنة 40 و200، وخرج له الجماعة. قال حدثنا الليث، الليث هذا ابن السعد إمام أهل مصر، وقد تقدم الحديث عنه، ولد ولد متى ولد أن يجيب سنة 94. توفي الليث من يجيب ما يجيب إلا الأول، أفي غيره؟ نعم نعم صحيح أصب. قد مات سنة 75 و100. عن يزيد، يزيد هذا هو ابن أبي حبيب، قدم الحديث عنه مات سنة
28 و100. وقد خرج له الجماعة عن أبي الخير أبي الخير تقدم الحديث عنه، تقدم هذا الإسناد بكامله. أبا أحمد أجب أنا عبد الرحمن ليش حضر تقدم عن قرب، وما المفروض أنك تضبطه تراجع. هلا أبو الخير في حد يجيب؟ نعم مرثد بن عبد الله اليزني ثقة، نعم ثقة، توفي سنة 90 عن عبد الله بن عمرو. علاق من هو عبد الله بن عمرو هذا؟ من العاص تابعي ولا تابع تابعي أو من تابع التابعين؟ كيف صحابي؟ نعم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أو أحد العباد له الأربعة. تعرف شيئا عنه؟ كان كثير العبادة كثير التهجد، وكان فقيها. نعم قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وكان يكتب الحديث. متى توفي؟ نعم 63. نعم توفي سنة 63 وقيل سنة 65. وراه الجماعة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي تقدم، أن لا تدخل على إلا على متعدد، أي تقدم أن لا تدخل على متعدد. إذن كيف دخلت على الإسلام؟ كيف دخلت على الإسلام؟ قلنا أي لا تدخل على متعدد، كيف دخلت على الإسلام؟ في جواب آخر يعني في شيء محلوف تقديره أي خصال الإسلام خير؟ إذا أي الإسلام خير، في هذا دليل على الإسلام يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في الإسلام، ففي ذلك الرد على المرجئة والرد على الخوارج. ما وجه الرد على المرجئة؟ حيث يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونحن نعلم أن الذي فعل هذا الأصل قد زاد إيمان. إذا ما وجه الرد على الخوارج لقد عزيز؟ لا يبعضون، يقول ذهب أو ذهب كل واحد، نعلم أنه الذي فقد هذا الأصل أنه ولا يدخل، ولكن قد يكون ناقصا للإيمان. هاي الإسلام خير. قال تطعموا الطعام. وإطعام الطعام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. طعام الأولاد ما حكمه؟ هذا من الواجبات، وبدل الطعام في الجملة على من لا تعلم فقره نعلم أن هذا مستحب. ولكن لو كنت أعلم رجلا فقيرا، وأعلم أنه ليس هناك أحد يبذل له الطعام، وقد وسع الله عليه، فما حكم انفاقه هنا؟ الصحيح أنه يعتبر واجبا، وليس المؤمن الذي يأكل جاره جائع كما قال ذلك عبد الله بن مسعود. الله جل وعلا قال ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقد قال جماعة المفسرين بأن الأسير هنا هو الكافر. قد قال تعالى ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا كان هذا محمودا في حق الكافرين الذين لم يقاتلوننا ولم يخرجونا من ديارنا، فلا يكون هذا محمودا ومسنونا في حق المسلمين من باب أولى، لأن بعض الناس يمتنع على الإنفاق على المسلمين إذا كان فيهم عصيان ونحو ذلك، وهذا غلط، إلا إذا تأكدت وتيقنت أنه يبذل هذا المال في شراء معاصي أو فيما يعين على معصية. وأما إذا كنت تعلم فالأصل أنك تبذل له، وليس الطعام، ما معنى أنك تبذل له ما دام مسلما
ولأنك لو لم تذكر الله وامتنع عنه الثاني والثالث والعاشر للجأ إلى الحرام. ونحن نعلم قصة الرجل الذي تصدق على سارق، تصدق على زانية وعلى غني، قبلت صدقته حين كان لا يعلم ذلك، معنى هذا يقول أنه من الصدقة الواجبة. والحديث متفق على صحة من حديث أبي هريرة. فعلى كل من يقول أن الصدقة الواجبة فقد قبلت صدقته، وهذا واضح. إذا بذل الزكاة لمن يظن محتاج فبين خلافه فقبلوا الزكاة على الصحيح. وإذا كانت الصدقة المستحبة فهذا واضح جدا أيضا. فلا مانع أن أعطي امرأة بغية لعل تستعف في هذا الإنفاق عن الزنا، لا مانع أن أبذل لمكان في طبقتها لعلهم يستعفون عن الحرام بالحلال. إطعام الطعام من أسباب حسن الخاتمة وما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، من أسباب زيادة الإيمان، من أسباب إغاظة الشيطان. فينبغي للعبد ولا سيما طالب العلم الذي يسمع مثل هذا الحديث ويقرأ الحديث أن يبذل الطعام فيما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن الله جل وعلا قال أنفق أنفق عليك. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فلتق الله السائل. في البخاري معلقة سوف يمر بنا إن شاء الله في كتاب الزكاة أبو بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله حين سأله رسول الله ماذا بقيت لأهلك، قال بقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي لا تخص السلام بأهل معارفك كما يفعله كثير من الناس، لا يسلم إلا على أصدقائه وأقاربه، ومن لا يعلم ويمر به فلا يسلم عليه، وهذا غلط. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن من شرط الساعة السلام على المعرفة ولكنه ضعيف ولا يصح. إذن المشروع للمسلم أن يفشي السلام ولا يخص به أهل المعرفة، بل يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف. ولا يمتنع من بدل السلام إلا على الكفرة. وهل يسلم على العصاة؟ نعم يسلم على العصاة ما لم يقصد بذلك هجرهم وزجرهم، حيث يمتنع عن السلام للهجر حيث يكون هذا كالدواء للمريض. وكذلك إذا مررت على صاحب فسق ويباشر الفسق قد أمتنع عن السلام عليه، وقد أسلم عليك أن يقبل نصيحتي وواضعي. أنا قد لا أسلم عليك لما بدأت السلام فتكون القضية بيني وبينه هي الحديث عن السلام، حين أسلم عليه لأسلم من مجالدته بالباطل، وحين إذا أشرع معه في النصيحة. وقد أمتنع عن السلام عليه لأسباب عموما يراعى في ذلك مصلحة. الشاهد من سياق الحديث وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إذن في مشروع إفشاء السلام. إذن ما هو الشاهد من سياق الحديث لكتاب الإيمان؟ نعم الأخ عبد الرحمن. نعم إذن أي السلام خير، وأن بدل السلام من خصال أهل الإسلام، إذن في دليل على زيادة الإيمان، وأن إفشاء السلام من زيادة الإيمان، وأن ترك ذلك من نقصان. إذن في دليل على معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الحديث رواه ابن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد إلى آخره، والله أعلم. نعم مبتدع نوعان، النوع الأول من تخرج البدعة عن الإسلام فهذا لا يسلم عليه، النوع الأول من المبتدع من تخرج بدعة عن الإسلام فهذا لا يسلم عليه، النوع الثاني من لا تخرج بدعة عن الإسلام فهذا يسلم عليه لأنه مسلم، ولا نمتنع من السلام عليه إلا من أجل تحصيل مصلحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من رد السلام على كعب بن مالك، ناهيك عن بدء السلام،
ويقول كعب بن أبي لعاذ حرك شفتي أم لا، والحديث متفق على صحته، وذلك من أجل ردعه حين تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وهذا يراعى في جوانب الإصلاح. نعم، صحيح لا بأس بذلك، يعني الإنسان يسلم على المرأة ما لم يخشى من ذلك مفسدة، إذا خشي مفسدة فلا يسلم عليها، وكذلك المرأة لا بأس أن ترد السلام ما لم تخشى من ذلك مفسدة، إذا خشيت مفسدة أو تتوقع أن يعني يطمع فيها محلات فتمتنع من رد السلام عليه، ولكن ترد سرا، تلتفت من الجار ولكن ترد سرا، أما إذا انتفت المفسدة فحين لا مانع من رد السلام عليه ولا تخضع بالقول. نعم. إيه نعم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وثم يزيد مرحبا ونحو ذلك، أما هو معافاة ومغفرة فالزيادات شاذة لا تصح. نعم. يوجه، نعم، من دخل على قوم فلم يسلم يوجه، لكن هناك فرق بين السلام وبين المصافحة، فإن بعض الناس يجهل هذه القضية، يصار أنه إذا سلم ضروري أن يصافح، هذا غلط، السلام هو المشروع، إذا نظرت على قوم مجتمعين تسلم، إذا أردت أن تصافح فالصحيح لا حرج فيه، لأن المصافحة قد تكون من باب العادات لا من باب العبادات، ولكن يقع بعض الناس في غلط أنا إذا صافح كل واحد قال السلام عليكم السلام عليكم، كل واحد يمسك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فلعل يسلم على 100 في المجلس، وهذا غلط، وقد يقال أن هذا بدعة، ولا أصل له، لأن مشروع السلام في المرة الأولى والمصافحة غير السلام، فلا ترابط بين هذا وهذا. نعم، يبدأ بكبير القول، إذا أراد إذا سلم يسلم على الجميع، وإذا أراد يصاف تبدأ بكبير القوم، وإذا بدأ من كان على يمينه فلا بأس بذلك حتى تصل طبقة ثم من بعده. نعم، ولكن إذا بدأ بكبير القوم يبدأ بعد ذلك من على يمين كبير القوم. لا بأس بالسؤال عن حال الكافر، المنع عن ذلك السلام، لما تسأل عن حاله فلا بأس بذلك. وأما قضية ما يقصد تعظيم الكفار من الفاظ نحو ذلك فيجب الابتعاد عن ذلك، اما بدايته باللغه الانجليزيه تكن من الكلمه والكلمتين وليتخذ ذلك عاده فلا باس بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام خالد هذا السنه، يعني حسن باللغه الحبشيه والحديث الصحيح، وعلي رضي الله عنه قال قالون اي جيد باللغه الروميه، فلا باس بالتعامل بالكلمه والكلمه، اما اتخذ ذلك عاده فهذا ينهى عنه عند اهل العلم، بغي ظهار اللغة العربية التعامل باللغة العربية افشاء اللغة العربية، وعلى كل فأي لفظ يقتضي تعظيم الكافر فيجب الابتعاد عنه، وما لا يقتضي تعظيمه فلا بأس بالتعامل به مع الكافر. نعم، الإشارة بالسلام إذا سلم فلا بأس يشير بيده، أما يشير بدون السلام فهذا غلط، ولا يشير إلى دراء أقواما بعيدين عنه يخشى أنه لا يسمعون من ذلك، فحين يشير لكن يحدث السلام باليد لكن مع السلام، أما إذا شار بدون السلام فهذا غلط ولا يستحق جواب هذا لأنه لم يسلم. نعم، إذا سلم علينا الكافر إذا قال السلام عليكم السلام عليكم يعني الموت عليكم فنقول عليكم فقط يعني الموت عليكم، وإذا قال الكافر تيقن أنه قال السلام عليكم ورحمة الله كما لا نصنع، قيل نقول وعليكم السلام ورحمة الله، وهذا اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، وقيل نقول وعليكم فقط لأن رحمة الله لا تنالوا الكافرين، قال الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولعل هذا هو الأقرب، والله أعلم، يكفي هذا.